السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن الفول البلدي. احنا زي ما وعدناكم قلنا هنعمل جولة في محصول الفول، جولة على الطبيعة، بس للأسف الجو كان هوا شديد فما عرفناش نتكلم كويس في الفيديو، فانا بعلق لكم عن الفيديو عن طريق التسجيل الصوتي. بس قبل ما نتكلم عايزينكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على اللايك والشير وتشاركوه مع اصحابكم على الواتس والفيس والانستجرام. احنا بنعمل وقت زيارة حقلية للفول، يعني مفروض الواحد يتابع ارضه كل فترة ويشوف التغيرات المناخية والامراض الفطرية والحشرية بتأثر على المحصول ولا لا. لازم تتابع المحصول اول باول، ممكن كل يوم كل يومين، اقصى شيء 3 ايام بالنسبة للمحاصيل التقليدية. والمحاصيل الحساسة زي البصل والبطاطس عايزة تكون تقريبا كل يوم في الارض، لان بين يوم وليلة مع التغيرات المناخية والوضع الصعب اللي النبات بيعيشه ممكن النبات المحصول يروح منك. دلوقتي احنا بنفحص الارض بنشوف مثلا فيها امراض فطرية او حشرية، بتبص نظرة عامة على الارض كده، بتشوف مثلا الاماكن الفاتحة والغامقة في الارض، بتشوف حالة النبات عامة، بتشوف مثلا زي هنا كده بنبص بنشوف ايه ديات، مثلا زي ده ما ظهر كده دي اصابات قديمة بصناعات الانفاق. الاصابة الحديثة بتبقى خطوط بيضة الورقة، ولما بتقدم بتتحول للبني. في ناس بتفكرها تبقى بني، بس ده حاجة ودي حاجة، هحطلكوا صورتها برضو جنبها اللي هي الصورة للصناعات الانفاق العادية عشان تقدروا تميزوا يعني. وهنا نظرة عامة على المحيط، في جوارنا برسيم والقمح، ده الجوار بتاعنا. واحنا كنا في زي ما يسمى عند الفلاحين في دل الارض. دلوقتي بنبص نظرة عامة كده وبنتفحص الارض كويس. لازم تلف حوالين الارض وتشوف الارض كويس، يعني تبص عليها. طبعا انا كنت في اليوم ده مع الصبح حوالي الساعة 10 قبل الصلاة، وكان الهواء شديد جدا، وكان معايا بنتي برضو ربنا يبارك فيها يعني، بس يعني كان التصوير صعب شوية. فبنحاول نمر على الارض، بتبص بتشوف النباتات بصفة عامة عاملة ايه. النباتات بسبب الجو ده بتلاقي البراعم الخضرية في الفول يعني واقفة كده منكمش على بعضها بسبب الجو السائع او البرد، فبتضطر بقى ترش مثلا حاجات فيها نحاس زي اكروبات النحاس او رودوميل النحاس او اي نحاس يكون نحاس مائي اللي هو النحاس المائي 8% ده، او ترش المركبات اللي هي اللي فيها نحاس مع عناصر صغرى. في مركبات بتبقى عبارة عن نحاس مع عناصر صغرى، او ترش اي مركبات مشابهة للرودوميل زي الجلب النحاس مثلا، ده برضو ممكن ترشه. لو مش عايز ترش نحاس ممكن ترش كبريت بالاضافة لعناصر الصغرى، الكبريت بيقبل خلطة مع العناصر الصغرى مفيش اي مشكلة، فممكن تعمل كده يعني. فده يعني بيحملك النبات شوية من الأعراض الجوية السيئة اللي بتمر بها النباتات حاليا بسبب ظروف الهواء والدرجات الحرارة المتدنية. بعد كده بتمشي بقى بتبص بتشوف النورة وبتشوف العقد عامل ايه في النبات. طبعا لازم تشوف نسبة الأزهار ونسبة العقد، وترش مركبات تثبيت الأزهار، مركبات كتيرة في السوق من شركات مختلفة، وبرضو بترش عالي الفوسفور وعالي البوتاسيوم بس بنسب متدرجة. المكان اللي انا بعمل زوم عليه ده عبارة عن تل اسمه تل بيلا مقابر للفراعنة،
ده أثر من آثار الفرعونية الموجودة في المنطقة بجوارنا على حوالي 500 متر، وتم اكتشاف آثار فرعونية منه ونقلها للمتحف المصري في التحرير، وبعد كده أكيد هينقلوها في المتحف المصري الكبير، أحد الأسر الفرعونية كانت ساكنة فيه. دلوقتي لازم تشوف مثلا النوارات، ترش مركبات تثبيت النوارة بسبب الهواء الشديد ده والبرودة برضو بتأثر على النوارة، وترش بقى مثبتات النوارة، وترش مركبات تزود التلقيح، يعني حاول ترش مركبات فيها طحالب بحرية مع نص الصورة زي مركب اسمه نيوراكت في شركة شورا، ده بترشه بيثبت النوارة، وأنا كنت باخد لقطة كده عشان الفيديو والمكان. ترش مركبات عبارة عن طحالب مع عناصر صورة، وتنوع يعني مرة عناصر صورة ومرة عناصر كبرى اللي هي الفوسفور والبوتاسيوم، ولازم ترش بورون برضو مع كالسيوم عشان بيفيد في التلقيح، وتنوع يعني ما تكون عناصر صغرى وعناصر كبرى، بحيث ان الفول النبات زي الفول ده ما بياخدش اي غذاء الا عن طريق الرش الورقي، بيعتمد بس على عقد البكتيريا اللي موجودة في التربة في تثبيت الأسود الجوي، والعناصر الصغرى والعناصر الكبرى اللي انت بتضيفها ليه عن طريق الرش الورقي، يعني فول زي اللي قدام حضراتكم ده ما شربش الا ميه اللي هي ميه الزراعه فقط، يعني ما شربش ميتين وثلاث ميات زي ما معظم الفلاحين بيعملوا هنا في المنطقه عندنا، بيروا الفول 3 ريات، لا ده اتروى ريه واحده فقط اللي هي ريه الزراعه، وما شاء الله الفول جميل جدا. هنا برضو بعض الاصابات القديمة بنحاول نوضحها في الفيديو، بس الهواء كان شديد جدا يعني، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوضح اللي موجود في الفول، وهنزل لكم برضو بعض الصور اللي التقطتها بالموبايل مع المبيدات اللي ممكن تعالجها بيه، وفي الفيديو القديم هحطه لكم في الديسكريبشن. الفيديو القديم ده اللي هو بتاع الفول ده كان من حوالي اسبوع كده، نزلنا ايه الامراض اللي في الفول وايه اللي ممكن تعالجه فيه. هنا برضو صناعات الانفاق موجودة اهيت، بس كل دي حاجات قديمة لان المرض مش منتشر، يعني الاصابة مش منتشرة عفوا، فدي حاجات قديمة يعني. لما تلاقي حاجات جديدة بقى ممكن تلاقي المن بقى، بس مش دلوقتي، المن دلوقتي بيبقى قليل جدا، بس ممكن تلاقي من يعني، بتلاقي الموجود المن فيه منه انواع، فيه منه الاسود والاخضر، وفي من المن الاخضر فاتح شويه، بتلاقي كذا نوع من المن يعني، بتلاقي متجمع الورقه ومتجمع العود وبيبدا يمتص العصاره بتاع النبات ويضعف النبات بصفه عامه يعني. هنا المحصول هنا تمت المعاينه بتاعته وشفناه، وهنبدأ نعالجه ونديله حاجات للبراعم الخضرية، ونبدأ نرش عليه الفوسفور والبوتاسيوم بالإضافة للعناصر الصغرى عشان نعوض أي نقص في النبات ويخليه يقاوم المتغيرات المناخية. وهنا أنا كنت بصور فيديو برضو عشان نظرة عامة قبل ما ننهي الفيديو، وعايزكم بس تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله في فيديوهات كتير عن المحاصيل المختلفة، وهنبدأ نتكلم عن المحاصيل اللي احنا متكلمش عليها، وعايزين ارائكم برضو في التعليقات لو عايزين تتفرجوا على نوع محصول معين عايزين نتكلم عنه نحضره وننزله ان شاء الله، واي استفسار اي حاجة احنا تحت امركم، ان كان على الصفحة هنا بتاعت اليوتيوب، القناة بتاع اليوتيوب، او صفحتنا الشخصية برضو، او صفحتنا على الفيس، هنزلهم في الديسكريبشن وممكن تعملوه. ودي بنتي كانت معايا، فهي كانت برضو مصعبة العمل. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاعجاب على الفيديو. دي صور لبعض الامراض اللي التقطناها،
كان في بعض التبقع البني، وكان في صناعات الأنفاق، بس كلها إصابات قديمة يعني، مفيش إصابات تذكر يعني اللي هي الإصابات المؤثرة على المحصول. بس لازم ترش مركبات وقائية، أو لو الإصابة كبيرة بقى ترش المركبات العلاجية زي اللي ذكرناها في الفيديو اللي فات. ممكن تبص على الفيديو اللي فات اللي هو الفيديو كان نازل حوالي من أسبوع، هنزله في الديسكريبشن زي ما قلنا، و اللايك والشير والكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.